كابتن محمود الخطيب يمكن كان قيمته النهارده في الجزيره، كان في تورته جميله عملها فريق الشمس ونجوم كره القدم القدامى، يعني كانت احتفاليه جميله بقيمه الكابتن محمود الخطيب كموجود العديد من نجوم القدامى، يعني لم تخني الذاكره كابتن مختار مختار وفتح نصير ومان همام عمار امير عبد الحميد كابتن احمد حسن اسلام الشاطر ياسر ريان شريف عبد المنعم شمحانه في مجدي طلبه وسام عرابي سام حسني فتحي مبروك شادي محمد محمود صالح حفظ الالقاب، يعني كابتن محمد حشيش، يعني كانت احتفاليه كبيره جدا لفرع النادي الاهلي بالجزيره طبعا الكابتن محمود الخطيب وقائمته، يمكن جابوا تورته كبيره مزينه بقائمه النادي الاهلي قائمه كابتن محمود الخطيب لانتخابات النادي الاهلي، وكانت بصراحه يعني مطار استحسان من يعني الجميع، اعتقد كل يوم عن يوم الامور بننقلها بحياديه تامه وكامل الدعم لكل المرشحين في انتخابات النادي الاهلي القادمه، لانها ان شاء الله انتخابات كالعاده يعني مهمه جدا جدا جدا. عايز اختم انا قبل ما نسيب بس ملف الانتخابات، خلينا نقول ان النهارده ادي الصوره اهي، بس يا جماعه ادي الصوره اهي، ادي هي يا جماعه بس قبل ما نسيب اهو، ادي الصوره اهي بتاعت نجوم قدام النادي الاهلي اهو قدام حضراتكم اهي، عشان بس الناس تبقى عارفه ان احنا مهتمين بالقائمه جدا، وكل التوفيق للقائمه بما فيها خالد مرتجي اهو اهو يا جماعه، كابتن محمود بيلعب معاهم مع القدامه اهو، وادي الطرطه اهي وخالد مرتجي موجود وكل النجوم وطارق قنديل وكل الناس اهي موجوده، والكابتن حشيش واسامه حسني وزكريا ناصف وصديقي العزيز اللي هو احمد بكر واحمد حسن وشادي محمد وهشام حنفي انت تعرف ان انا كان من المفترض اروح دي على فكره، بس كان عندي ارتباطات، معلش انا الخسران كلموني والله، ده انا بروح العب ساعات مع فرقه الشمس والكابتن ماهر همام، يعني ديكم شايفين اهو في الملعب الخماسي اللي عند المسجد اللي من ناحيه الباب الخلفي الباب المعلمين اهو، يعني الصور معبره جدا وكل الاصدقاء، والصوره الجماعيه دي عجباني جدا 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 بصراحه، صورة أكثر من رائعة. كمان أعتقد أن الكابتن محمود الخطيب بيعد للفيديو في فيديو خاص بالقايمة، يعني قايمة الكابتن محمود الخطيب أعتقد أنهم هم يعني بينتهوا منه حاليا، يعني في فيديو بيجهزوه. كمان قبل ما نسيب الملف ده عشان الناس اللي مهتمة بهذا الملف، كمان أخدكم للناحية التانية في الأستاذ خالد سليمان المحامي والمرشح على مقعد الرئاسة، يعني غير متواجد بالشكل الملفت للنظر ولكنه متواجد بين الأعضاء في حدود ضيق جدا، لأن يعني منذ البيان اللي طلعه ضد الكابتن محمود الخطيب في موضوع تهنئة أبو تريكة ثم عاد ومسحه مرة أخرى، والأمور يعني يبدو أنه واجه صعوبة كبيرة في في هذا الموضوع، بس عشان بتابع لكم كل الملف أنا وأحمد، لأن ملف انتخابات الأهلي مهم جدا جدا جدا، وده هو الفيديو بتاع الكابتن محمود الخطيب وصلني، الفيديو التقديمي للكابتن محمود الخطيب اهو، برضه يا جماعه احنا ايه علشان اوريه لكم فيديو رائع وجميل جدا 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 جدا. بلوتوث قناه النادي الاهلي والموقع منتهى الحياديه وحاجه جميله، طيب نشوف مع بعضينا الفيديو يلا بينا. الانتماء للنادي الاهلي مسؤوليه كبيره جدا، والعمل في الاهلي وعلشان الاهلي
مسؤولية أكبر بس كمان شرف كبير جدا. الأهلي حكاية جميلة بتتكتب يوم ورا يوم، مش بس بيكتبها مسؤولين ونجوم ولاعبين وموظفين وعمال، لكنها حكاية أعضاء وجماهير. عمرها ما كانت حكاية شخص واحد، هي حكاية نادي بقى بيت وأهلي. عشان كده عمر الأهلي ما عارف حد قال إنه عمل أود للأهلي، لأن الأهلي هو اللي أضاف للكل. عمر ما الأهلي بيخاف من الانتخابات، لأن اللي بينجح في أي انتخابات هو الأهلي، وده السبب إن كل الانتخابات في الأهلي بتبقى عيد للنادي الأهلي، يوم للحب والانتماء، يوم العيلة الكبيرة اللي بنت ونصرة الأهلي في كل وقت. وجيل بعد جيل هيفضل هو ده الأهلي، وهتفضل روح الأهلي هي أهم وأجمل وأغلى ما في الأهلي. وفي كل السنين الطويلة اللي فاتت حاولوا ناس كتير يهدوا في الأهلي وعمرهم ما نجحوا، انتهوا واتنسوا، وفضل الأهلي وهيفضل الأهلي بأولاده وإدارته بأعضائه وجماهيره، وامبارح والنهارده وبكره. ومحدش هيقدر يفرق عيلة الأهلي طول ما احنا كلنا مع بعض، فريق واحد وهدف واحد وأهلي واحد. لازم تنزل تشارك في انتخابات الجمعية العمومية للنادي الأهلي. خليك في ظهر الكيان، خليك في ظهر فريقنا، فريق الكابتن محمود الخطيب. علشان نكمل كتابة التاريخ موعدنا يوم الجمعة 26 نوفمبر علشان نرسم مستقبل مدينة. فريقنا واحد، هدفنا واحد. يعني انا بس عايز اقول لكم حاجه، ان الناس دي ما بتسيبش حاجه للصدفه. انتوا عارفين ان انا لماه شويه ومعلم في الحته بتاعت الاعلام. كان من المفترض انك انت تشوف ختام الفيديو التقديمي الكابتن محمود الخطيب، ولكن شوف قايمه فريقنا واحد سابت هذا الشرف الكبير وانه وياخد نجومية الفيديو من خالد مرتجي، لانهم هم عارفين ان المعركة في الحتة دي. فتلاقي خالد خد نصيب الاسد بطلوعه مرتين او ثلاثة في الفيديو وادوله الختام. يعني الناس ما بتفوتش حاجة يا جماعة، الناس عارفة بتعمل ايه، الناس فاهمة. وكمان يعني روعة التصوير وجمال الفكرة، ده اللي أنا كنت بقوله لما كنت بتكلم عن القايمة وعلى غير القايمة، لما قلت أنا بعلي انتخابات الأهلي، مش بتكلم إنك ادي قايمة الكابتن محمود الخطيب، لأن المعنى زي ما قالوا في الفيديو التقديمي، عشان تعرفوا إن أنا فاهمهم كويس، قال لك هو عرس للنادي الأهلي. طول حياتها الانتخابات الفايز فيها الأهلي وهي عرس للنادي الأهلي. كمان يا جماعة الخير عشان نبقى واقفين على سفة واحدة، خليني أروح للناحية التانية. الأستاذ خالد الدرندلي، أستاذ خالد الدرندلي النهاردة يعني الحملة اجتهدت جدا، وأيضا عاملين فيديو تقديمي أكثر من رائع. افخر يا أهلي بولادك.